يلا سارة، هلا منتأخر على الحفلة. بابا، ليش عاملين حفلة لرامي؟ لأنه اليوم عيد ميلاده. إيف؟ ولازم أنا أروح؟ أكيد، ليش عم تسألي؟ خلص، ولا شي، يلا، خلينا نروح. يلا. مرحبا زينة. أهلا سارة. هيدي لعبتك الجديدة؟ يلي خبرتينا عنها؟ نعم، شوفي شو حلوة. واو، كيف تلعبي فيها؟ كتير حلوة. يالي، يا ريت أنا عندي هيك لعبة. من وين جبتيها؟ البابا جاب لي إياها. شو كانت المناسبة؟ مناسبة؟ ولا شي، بس هيك حب يفرحنا. يعني ما كان عيد ميلادك ولا شي؟ لا، بس هيك حب يجيب لي هدية. واو، يالي. وتاني يوم. بابا، بتحبني؟ أكيد بحبك، ليش عم تسأليني هالسؤال؟ بس هيك حبيت أسأل. سارة، سارة بكي شي حبيبتي؟ كمان كنت عم تتصرفي بطريقة غريبة بحفلة عيد رامي، في شي زعجك؟ ما بعرف، في شي زعجني، بس ما بعرف شو هو. خبريني شو عم تفكري وشو زعجك؟ كل ما شوفكن انت والماما عم تهتموا برامي بشعر بإحساس مزعج بداخلي، وكمان رحت عند زينة ولعبت معها بلعبتها الجديدة. تعرف انه بيا جاب لها اللعبة بدون اي مناسبة؟ هيدا الإحساس بسموه الغيرة. الغيرة؟ شو يعني الغيرة؟ الغيرة هي الإحساس بأنه ممكن تخسر اهتمام أو محبة حدا بسبب شخص تاني، وكمان لما تتمني يكون عندك شي غيرك عنده إياه أو تحقق شي غيرك عمله. كيف يعني؟ يعني مثل ما أنت بتشعري أنه نحن بطلنا نحبك أو ما منهتم فيك إذا شفتينا عم نهتم بخيك رامي، مع أنه هالشي مش صحيح. صح، هيدا الإحساس اللي عم بشعر فيه. وكرمال هيك كتير عم تسألينا آخر فترة إذا منحبك. أنت بتعرفي أنه نحن منحبكن كتير، أنت ورامي مثل بعض، وأنت عندك كتير ألعاب ونحن دايماً منجيب لكم أغراض أنت وخيك، وغير الألعاب نحن منحبكن ومنهتم فيكن كل الوقت. بس بيا لزينة جاب لها لعبة بدون مناسبة. والماما جابت لك تياب جديد الأسبوع الماضي بدون مناسبة. طيب شو فيني أعمل تأتخلص من هالشعور؟ هيدا شي طبيعي أنه تشعري فيه. لازم تتذكري شو عندك أغراض وشوفي أشياء أنت كتير ناجحة فيها مثل الرسم والرياضيات. صحيح، أنا بجيب علامات كتير عالية بالرياضيات ورسمات كتير حلوين. لازم دايماً تتذكري هالأمور الحلوة وهيك بتكوني فرحانة. واو، بابا كتير حلو يلي قلت لي. طيب فيني أخذ كم لعبة وروح ألعب مع زينة اليوم؟ أكيد.